وباختصار، فهذا التخطيط والتوازن اللذان لا مثيل لهما في الكون يبينان وحدانية الخالق الذي خلق المادة من العدم، وهو المهيمن عليها في كل لحظة، وهو العليم القدير. ذلك الخالق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الهدف من الفراغات الضخمة الموجودة في الفضاء؟ ماذا كان سيحصل لو كان الكون أضيق مما هو عليه بقليل؟ بعد قليل. عند مقارنة المسافات التي اعتدنا عليها في عالمنا بالفراغات الهائلة في الفضاء، سنجد مسافات هائلة بين أجرام الفضاء. فالمسافة على الأرض من المكان الذي نحن فيه إلى أبعد نقطة نستطيع الوصول إليها تبلغ 15,000 كيلومتر تقريبا. أما الشمس التي نراها قريبة جدا منا فأبعد من هذه المسافة 10,000 ضعف، لأن المسافة بين الشمس والأرض هي 150 مليون كيلومتر، والمسافة التي هي أبعد من هذه تقاس بالسنة الضوئية التي هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، وهي مسافة كبيرة جدا تبلغ 9,460,000,000,000 كيلومتر تقريبا. أما أقرب مجرة إلينا أندروميدا فهي تبعد عن المجموعة الشمسية بمليوني سنة ضوئية تقريبا. فإذا علمنا أنه يوجد ما يقارب 100 مليار مجرة أخرى مع أندروميدا، ندرك أن المسافات الضخمة العظيمة في الفضاء تتجاوز حدود الخيال بكثير. ولكن لماذا هذا الكون واسع إلى هذا الحد؟ الباحثون عن جواب هذا السؤال قالوا بأن توسع الكون أيضا له ميزان خاص، فالمسافات الهائلة الضخمة بين الأجرام الفلكية تؤمن استقرار المجرات. وقد بينت الحسابات أن المسافات التي في الفضاء لو كانت أقل بقليل لأثرت على قوة الجاذبية بين النجوم ودوران الكواكب، وبالتالي تتسبب في انحرافات خطيرة. ولو كانت المسافات في الفضاء أكثر بقليل لازداد وقوع العناصر الكيميائية المتشتتة إلى الفضاء إثر الانفجارات على الكواكب والنجوم الأخرى، وبذلك تبقى الأرض فاقدة للوازم الضرورية للحياة. توصلت البحوث الجارية في هذا الموضوع إلى حقيقة مدهشة، إن المسافات بين النجوم حاليا هي أمثل ما يمكن من مسافات لاستقرار نظام كوكبنا. يذكر البروفيسور جورج غرينشتاين أهمية الفراغات في الفضاء في كتابه فيقول: لو كانت النجوم أقرب من بعضها البعض قليلا فلن تكون الفيزياء الفلكية مختلفة عما هي عليه. الفرق الوحيد هو أنه أثناء استلقائنا في الليل على العشب نلاحظ أن النجوم في السماء تكون أكثر عددا، إلا أن هناك فرقا آخر مهما، هو أنني أنا الذي أشاهد هذا المنظر لم أكون موجودا في تلك الحالة. فهذا الفراغ الهائل في الكون شاء
شرط ضروري لوجودنا. أما الفائدة الأخرى للفراغات الكبيرة بين الأجرام الفلكية في الكون، فهي التي تمنع اصطدام الأرض بتلك الأجرام السيارة الضخمة في الفضاء. ولو كان الكون أضيق بقليل، فيمكن أن تصطدم الشهب الكبيرة السيارة في الفضاء بالأرض بسهولة، وبهذا تنعدم الحياة على وجه الأرض. فجميع هذه التوازنات تبين أن انتشار الأجرام السماوية في الكون بالمقاييس المناسبة تماما التي تلزم الحياة البشرية والفراغات الهائلة لم تحدث مصادفة، بل خلقها الله تعالى لغاية معينة. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. المعلومات التي عرضناها في هذا الفيلم توضح لنا حقائق مهمة. انهيار الفلسفة المادية التي تنكر وجود الله تعالى وتدعي عدم خلق الكون من خلال الفيزياء الفلكية والحديثة. يثبت العلم أن الله تعالى خلق الكون من العدم. علاوة على ذلك، فهناك تخطيط وتنظيم وتصميم إلهي في جميع أجزاء هذا الكون المخلوق من العدم. والله تعالى رتب لنا نحن البشر أمثل ما يمكن من توازن. والله تعالى العليم القدير خلق السماوات والأرض، وعلينا أن نقدر هذا الخلق الرائع من الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم.